بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن اقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا 13 بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس 5 من شهر جماد الآخرة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في هذه الليلة الكريمة المباركة في مجلسنا هذا في هذا المكان المبارك من العمل الجليل المبارك كثرة صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره، قال: فأكثروا من الصلاة عليه لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو سبحانه المتفضل علينا برحمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقا إليك نعانق الأشواق. فاللهم اجعل شوقنا إليه صلى الله عليه وسلم حبا صادقا له واستمساكا تاما بسنته، واحشرنا في زمرته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. وقد وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية عند الفصل الذي حكى فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبادئ سيرته والحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند فصل في أمهاته ثم في حواضنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مبعثه وأول ما أنزل عليه. بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، قيل: ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه. تواطأ أهل السير والأخبار على أن مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقد بلغ سنه 40 عاما. قال: بعثه الله على رأس 40، يعني على بداية 40 سنة وهي سن الكمال. ومنه قول بعض المفسرين: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الآية. وأنه في قول بعضهم هي سن 40، ويذكر في هذا من المعاني شيء كثير، أنه سن تمام العقل ونضجه واكتمال الخبرة وزوال الطيش والخفة وتمام الحلم والوقار الذي يكون في غالب العقلاء النبلاء والفضلاء. قال: بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال. قيل: وعامة الرسل عليهم السلام بعثوا في مثل هذا العمر، ولعله على معنى الغالب وليس على معنى الاستقراء التام لكل أنبياء الله ورسله الكرام عليهم السلام. ثم تطرق إلى ما يذكر عن عيسى عليه السلام أن
سنه لما رفع إلى السماء كانت 33 سنة. قال: هذا لا يعرف به أثر متصل يجب المصير إليه. وقد أخرجه بعض المحدثين كالطبراني والخطيب البغدادي، لكن الأسانيد فيها ضعيفة كما قال المصنف، لا يثبت به ما يمكن المصير إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا منها جزء من 46 جزءا، والله أعلم. تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أول الأحاديث التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله صحيحه، حديثها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والمراد أن الرؤى التي كانت يراها عليه الصلاة والسلام تتحقق وتقع كما رأى، وهذا معنى قولهم جاءت مثل فلق الصبح، يعني فلق الصبح لشدة وضوحه وظهوره لا يستراب في رؤيته، فكذلك كانت الرؤى التي يراها عليه الصلاة والسلام، فإن رأى شيئا أبصرها حقيقة في واقع الحياة كما رآها في المنام عليه الصلاة والسلام. فهذا بداية النبوة. السؤال: هل بتلك الرؤى التي رآها أصبح نبيا؟ الجواب أن هذا جزء من النبوة. متى تحققت النبوة؟ لما أتاه جبريل عليه السلام في غار حراء فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ثم أتاه بمطلع سورة القلم، هناك نبئ عليه الصلاة والسلام. طيب، والرؤى التي رآها قبل لقاء جبريل عليه السلام إن كانت وحيا فقد كان نبيا من قبل لقاء جبريل عليه السلام. تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فرأى الرؤى قبل لقاء جبريل. ولذلك أورد المصنف رحمه الله حديث: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن هو جزء من النبوة. فآتى رب العزة والجلال نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم النبوة على مراتب ودرجات، فابتدأت بالرؤيا الصادقة وهو مبادئ الوحي الذي أنزله الله عليه، ثم كان تمام ذلك بلقاء أمين الوحي روح القدس جبريل عليه السلام، فنبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم وأشرقت شمس الرسالة، وابتدأ الوحي يتتابع نزولا بآيات القرآن الكريم على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: قيل وكان ذلك 6 أشهر. ما هو مدة الرؤى الصادقة التي كان يراها قبل لقاء جبريل عليه السلام؟ استمرت هذه الرؤى التي يراها، الرؤى الصادقة التي تجيء مثل فلق الصبح، استمرت 6 أشهر. فإذا قلنا إن مدة نبوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة كما تعلمون، قضى منها صلوات الله وسلامه عليه 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة، فهل سنحسب هذه 6 الأشهر منها؟ قال: نعم، إذا كانت هي 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا منها جزء من 46 جزءا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. هكذا أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. وهذا في ظاهره معارض لحديث عائشة رضي الله عنها، وما ذهب إليه الجمهور أن أول ما نزل من القرآن هو
اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجابر رضي الله عنه ليس ممن يغيب عنه ذلك، فاحتاج العلماء إلى الجواب على ماذا يحمل قول جابر رضي الله عنه إن سورة المدثر هي أول سور القرآن نزولا، فإليك بعض الإجابات. لكن منها أنه يقصد بقوله أول ما نزل يعني بالأمر بالبلاغ والقيام للدعوة، فإن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، نعم هو بداية النبوة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله له يا أيها المدثر قم فأنذر هو الأمر بالنذارة والبلاغ والقيام بتبعات النبوة وأعبائها. قال رحمه الله تعالى: جاءه الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه. إشارة إلى ما تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: ثم حبب إليه التحنث وكان يمضي إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قال: ومعنى التحنث التعبد، فكان يختلي وحببت إليه الخلوة. وما تزال خلوة العبد بربه هي ساعات الأنس لروحه وفؤاده، يبتعد فيها عن الصخب والضوضاء وضجيج الحياة، ويخلو بسيده وخالقه ومولاه، يذكره في خلوته تلك ويفضي إليه ويرفع إليه الدعوات صاعدة نحو السماء. تلك الساعات التي حث المسلم على أن يجد لها في عمره متسعا هي من خير ما يكتسبه العبد في مسيره إلى الله والدار الآخرة. وأما العبد المنغمس في صخب الحياة وضجيجها وبالكاد يتتابع خطوات يلهث في دنياه لا يقف عند حد ولا محطة يستريح فيها، فذاك المجهد المكدود الكادح، وهو بأمس الحاجة إلى أن تكون له محطات في الحياة يقف عندها. فأما الصالحون فمحطاتهم وخلواتهم فكانت لا تخلو منها أيامهم ولياليهم، فلا بد لأحدهم في كل يوم وليلة من حياته من ساعة أو ساعات يختلي فيها بربه، وأقل ذلك جوف الليل والقيام بين يدي الكريم المنان وذكر كلامه وتلاوة القرآن والركوع والسجود ورفع الدعوات والتدبر والعيش في تلك الساعات. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت روحه الطاهرة تحب هذا قبل النبوة وقبل الإسلام وقبل الدين، كان يجد الأنس في الخلوة بالله. فلا تعجب بعد أن أتاه الوحي واصطفاه الله، كانت أمتع ساعات حياته صلى الله عليه وسلم تلك التي يقضيها في الاتصال بربه وخالقه ومولاه. هنا فقط ستفهم قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها لقاء بخالقه واختلاء به واتصال ومناجاة وتلاوة كلامه وذكر ودعاء، فما يجد حلاوة هذا الأنس والخلوة والاتصال إلا من عاشت روحه تلك المعاني العجيبة، وهو مما هيأ الله عز وجل له نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فكانت إرهاصات يعد فيها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقام العظيم والمرتقى الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل له فأوتي النبوة هناك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أكرمه الله سبحانه بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه: أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، يعني فيما دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام في اللقاء الأول الذي لقي فيه سيد أهل السماء جبريل عليه السلام سيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: هذا دليل
لما قال ما أنا بقارئ صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، وهذا في نزول أي سورة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كان نزل عليه قبل ذلك يا أيها المدثر لم يصح أن يقول ما أنا بقارئ، بل قال ما أنا بقارئ لأنه لم يقرأ شيئا من الوحي قبله، فهذا صريح. فلما قال ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يؤت من القرآن شيئا قبل نزول سورة العلق، فهذا يرجح أن أول القرآن نزولا هو سورة العلق. نعم. الثاني أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر ما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بإنذار ما قرأه ثانيا. هذا دليل عقلي أو منطقي، إنما يؤمر بالإنذار والبلاغ فيما يحصله أولا من العلم بالوحي وذلك بالقراءة، فقال اقرأ، فأمره بالقراءة قبل أمره بالإنذار. ومن هنا بنى أهل العلم تلك القاعدة العظيمة، وهو أنه لا يبلغ مبلغ ولا يعلم عالم إلا بما علم. فمبدأ التعليم والإرشاد وإنذار الناس ودلالتهم، مبدأ ذلك علم يحصله القائم بذلك الأمر العظيم، فلا يعلم جاهل ولا يبلغ ناقص علم. فالأمر بالقراءة وطلب العلم وتحصيله يكون قبل الأمر بالبلاغ والنذارة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل الله عليه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. هذا مرجح آخر، أن رواية جابر رضي الله عنه تنسب إليه من قوله، ورواية عائشة رضي الله عنها تحكيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن قولها أول ما نزل كذا وحكايتها للقاء جبريل عليه السلام، ما كانت عائشة آنذاك زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كانت دون ذلك في السن، بل هي لما عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، فما بالك قبل ذلك بعشر سنوات ونحوها لما نزل عليه الوحي، لعلها لم تكن قد ولدت أصلا، فكيف تحكي قصة الوحي ولقاء جبريل؟ من أين جاءت به وهي لم تدركه؟ إنما أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مرجح لروايتها على رواية جابر رضي الله عن الجميع. أحسن الله إليكم. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك، فدل حديث جابر على تأخر نزول المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه، والله أعلم. نعم، في وسط الرواية التي يحكيها جابر رضي الله عنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فهذا دليل على أن الملك جاءه قبل أن ينزل عليه يا أيها المدثر، فقال هذا أيضا دليل على تأخر سورة المدثر على ما نزل عليه بغار حراء وهو سورة العلق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. قوله فصل في ترتيب الدعوة أو مراتب الدعوة يقصد بها الدوائر التي بلغتها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مراتب مرت بها دعوته. أول مراتب الدعوة النبوة، إيتاؤه النبوة واصطفاؤه ولقاؤه جبريل عليه السلام، هذه بدايات الدعوة
التي بدأ بها طريقه العظيم صلى الله عليه وسلم في دعوة أمته. المرتبة الثانية أنه أمر بإنذار عشيرته الأقربين، فلذلك بدأ بزوجه خديجة رضي الله عنها، وبصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وبابن عمه الذي هو بمنزلة أخيه وشقيقه علي رضي الله عنه. فأنت ترى هؤلاء أول من أسلم من النساء، وأول من أسلم من الرجال، وأول من أسلم من الصبيان. ابتدأ عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه. قال أهل العلم، وفي هذا من الفوائد والحكم المستنبطة، أن المرء إذا كتب الله على يديه خيرا يبذله، وعلما ينشره، ونورا يبلغه، فليكن أولى الناس وأحراهم بذلك أقربهم إليه، أهل بيته وخاصته. أن يبتدئ بالناس من حوله، زوجته وأولاده والأقربون من حوله، فهم أحرى وأولى بهذا الخير والنور والهدى. فبدأ امتثالا لأمر الله عز وجل له، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا أمر صريح، ولذلك من الحكم والفوائد شيء عظيم. فإن ابتداء الدعوة بأقرب الناس إليهم وهم عشيرته فيها مكاسب للدعوة، وفيها أنهم أقرب الناس إليه وأقربهم إلى موافقته، ثم بهم يناصر ويتقوى في مسيرته. ثم إن الحجة في استجابة الناس له يتوقف كثيراً على موقف أسرته وقرابته وعشيرته من دعوته، فإنهم لو وجدوا، أعني الناس، لو وجدوا صدوداً وإعراضاً وكفراً وتكذيباً في أقرب الناس إليه، لكان ذلك عوناً للشيطان عليهم على الصدود عن الدعوة والنفرة عنها، بخلاف ما لو وجدوهم مقبلين عليه، مصدقين لدعوته، مستجيبين. فهذه حكمة أمر بها، وأنذر عشيرتك الأقربين. المرتبة الثالثة إنذار قومه، فاتسعت الدائرة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر عليه الصلاة والسلام وبلغ الدعوة، ونادى في قريش كلها بما بعثه الله تعالى به. الرابعة إنذار قوم ما أتاهم، كما قال الله عز وجل: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فهذا صريح في أن الدعوة ستشمل ليس قريش فقط وأهل مكة، بل العرب قاطبة. لماذا نقول العرب؟ لأنهم هم الذين ما بعث فيهم نبي ولا أتاهم نذير. أما بنو إسرائيل فقد أتاهم الرسل والنذر، فالمقصود بمن لم يأتهم نذير هم العرب خاصة. المرتبة الخامسة ليست قريشا وحدها ولا العرب قاطبة، بل البشرية كلها، بل الخليقة إنسا وجنا. قال رحمه الله: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. فعم صلى الله عليه وسلم بدعوته العرب والعجم والأقربين والأباعي، أرسل الرسل وبعث الوفود وكتب الخطابات وخاطب الزعماء والعظماء، المقوقس في مصر والنجاشي في الحبشة وهرقل بالروم وكسرى في فارس. ما ترك عليه الصلاة والسلام بابا إلا طرقه في تبليغ دعوة الله. حتى الجن لقيهم عليه الصلاة والسلام: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ولقي وفدا من جن نصيبين وبلغهم الدعوة وأعلنوا إسلامهم، ونزل في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الخلق كافة. فبعث عليه الصلاة والسلام إلى كل الخليقة بشرا إنسا وجنا، والبشر والإنس العرب والعجم، ومن كان في دائرة قبيلته وعشيرته، ومن كان أيضا خارج ذلك. هذه مراتب الدعوة التي بلغتها دعوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فصل: فأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين. يشير رحمه الله بإيجاز شديد
إلى بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه ابتدأ دعوته سرا، يعني لم يجهر بها ولم يصدع، وإنما اكتفى بتبليغ دعوته في من يثق بقبوله، ذلك أن الأمر عظيم وشيء لم تعهده العرب، والمتوقع أن يكون هناك شيء عظيم من الإعراض والصدود والمكابرة والتكذيب. فأراد عليه الصلاة والسلام كما أمره الله بالوحي المنزل عليه أن يتخذ الحكمة في دعوته، وكان من مقتضيات الحكمة البدء والتدرج والتلطف في إبلاغ دعوة الإسلام من أجل كسب القلوب وائتلافها وقبول دعوة الحق ونفوذ النور إليها. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه، ولم يعلن ذلك حتى نزل قول الحق سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قيل كانت مدة الدعوة سرا بمكة بعدما نزل الوحي وأمره الله عز وجل بالبلاغ، قيل كانت مدة ذلك 5 سنين، وقيل كانت 3 سنوات، والروايات في هذا متعددة، والأكثر كما ذكر المصنف أنه أقام 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا، وباقي المدة بمكة قضاها جهرا بالدعوة. يعني كم سنة؟ 10 سنوات، فكانت 3 سنوات دعوة سرا و10 سنوات كانت جهرا. متى بدأت قريش بالمواجهة والصدود والتكذيب وبكثير من المواقف التي حكاها القرآن وأثبتتها روايات السنة؟ بعد الجهر بالدعوة، هنا بدأت الحرب العلانية وبدأ التكذيب والأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن بالدعوة صلى الله عليه وسلم وجاهر قومه، وأعلن ذلك لما صعد على جبل أبي قبيس، وقيل على الصفا، فنادى في قريش: لو أني أنذرتكم وحذرتكم من خيل ستدهمكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقيل إنها واقعة حصل فيها تجرؤ أبي لهب لما قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الحق سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب. والمقصود أنه استجاب لأمر الله وهو يعلم ما سيجد من العدى والأذى، لكنه امتثل لأمر الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: واشتد الأمر عليه وعلى المسلمين حتى أذن لهم في الهجرتين. أي هجرتين؟ الهجرتان إلى الحبشة أو الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة؟ مجموع الهجرات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 3 هجرات، 2 إلى الحبشة والثالثة إلى المدينة. وإذا قيل الهجرتان باختصار فقد يراد بها الهجرتان الأوليان إلى الحبشة، وإذا أريد في العموم والجملة فالمراد بها هجرة المدينة وهجرة الحبشة، لكن المقصود هنا بالسياق الهجرتان إلى الحبشة، لأن الهجرة الثانية إلى المدينة هي إذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل الإذن للمسلمين بالهجرتين فالمراد بهما هجرة الحبشة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم: وكلها أسماء نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قامت به توجب له المدح والكمال. الأسماء أعلام، وكل اسم وعلم يحمل معنى في دلالته، والناس تسمي أبناءها بأسماء يرونها حسنة وجميلة، وربما تيمنوا وتفاءلوا بتسمية الابن أو البنت باسم يراد له أن يكون له منه نصيب، كما يقول: لكل من اسمه نصيب. فيسمون بأسماء يرجون بذلك التيمن والتفاؤل بدلالة الاسم، لكنها ليست بالضرورة أن تكون منعكسة على صاحبها، فربما سموا ولدهم شجاعا ومقداما وهو من أجبل الناس وأخوفهم،
وربما سموه عارفا وعالما وهو من أجهل الناس، لكنها في النهاية أسماء أعلام لها معاني. لكن أسماء الله جل جلاله أسماء وأوصاف، فإذا قيل اسم الله الكريم فإنها مشتملة على صفة الكرم، والعليم صفة العلم، والقدير صفة القدرة، والحي صفة الحياة، إلى آخر ما هنالك. قال: فكذلك من البشر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماؤه أسماء نعوت، يعني أسماء تحمل صفات، وهذه الصفات هي للدلالة على ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، كما تقول زيد وبكر وعمر وخالد، لا يراد بها إلا التعريف أنك تقصد فلانا، لكن عندما تكون الأسماء ذات أوصاف فإنها مشتقة من صفات كما قال توجب المدح والكمال للمسمى، وهكذا كانت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيك بعد قليل اسمه الأشهر والأعظم والأكثر التصاقا بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، محمد. من أي معنى جاء؟ قال: من معنى الحمد، وسيشرح لك الآن من أين جاء الاسم هذا وما دلالته. محمد كثير الحمد، محمد يعني حمد كثيرا، يعني حمده الخلق كثيرا على ما حباه الله تعالى به، فهو من الحمد الدال على ما اجتباه الله عز وجل به. وكذلك تقول في بقية الأسماء التي يأتي ذكرها في هذا الفصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنها محمد وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. قال: بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة. أي دعاء؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة. ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر الكتاب فوق وصفه. هذه الأسطر استطرد فيها المصنف رحمه الله يذكر فيها كتابه القيم وسفره الجليل جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب فريد في بابه، فقط تناول مسألة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما يتعلق بها، الروايات الحديثية فحصرها واستقرأها، كل حديث في السنة روي فيما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصرها وتكلم عليها وبين طرقها والحديث الصحيح من الضعيف والعلل الواردة فيه، بما في ذلك الأحاديث الواردة في فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيغ الواردة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى من ذلك انتقل إلى شرح مفردات الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة. اللهم إيش معناها؟ صلي، ما الصلاة؟ وأطال، ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال محمد وتكلم عن معنى محمد، وآل، ما معنى آل؟
ثم تكلم على إبراهيم وآل إبراهيم وما معنى بارك، ما البركة، فتناول ألفاظ الدعاء كلمة كلمة في شرحها ونقل كلام أهل العلم ومواقف العلماء والمذاهب إن تعددت. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى المواطن التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجيح الراجح وتزييف المزيف. كل ذلك قال فيه المصنف هنا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال: وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. وصدق رحمه الله. وقال في آخر جملة: ومخبر الكتاب فوق وصفه. يعني أنا وصفت لك الآن في 4-5 أسطر ما اشتمل عليه الكتاب وما تميز به وما اشتمل عليه، يقول: لكنك لو اطلعت على الكتاب ورأيت ما فيه لوجدت حقيقته أعظم من الوصف الذي وصفت لك، لأنه حقيقة جدير بالعناية بما أودعه رحمه الله من التحرير والإبداع والنقل. فالسؤال ها هنا: هل هذا الصنيع من ابن القيم رحمه الله إعجاب بنفسه وحديث عن عمله وتعريف أو تسويق لكتابه؟ الجواب لا، وهم فيما نحسبهم والله حسيبهم أبعد الناس عن ذلك، والشواهد لهذا في سيرهم وأخبارهم وكلامهم كثيرة. فلا يحمل هذا الكلام، وابن القيم رحمه الله ليس وحده في هذا الصنيع، بل عدد من العلماء يفعل ذلك. إذا أراد التعريف ببعض كتبه قال: عليك بالكتاب فإني فعلت فيه وفعلت وصنعت، يذكرون ذلك أولاً إثباتاً للجهد الذي بذل فيه، وثانياً تشويقاً لطالب العلم بالحرص عليه والاستفادة منه، فيقول لك: ستجد فيه كذا وكذا وكذا، وهكذا صنع رحمه الله تعالى. وأراد فقط بهذه الأسطر أن يقول لك: إن أردت معنى اسم محمد على وجه التفصيل فارجع إليه في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن اسمه في التوراة محمد صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ومنها أحمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب. أي كتاب؟ جلاء الأفهام. واسم أحمد في الإنجيل جاء أيضا مشارا إليه في سورة الصف في قول الله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام ذكر ذلك وهو مذكور في الإنجيل أيضا باسم أحمد. نعم. قال: ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. هذه أسماء سيأتي ذكرها تفصيلا واحدا واحدا: الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، العاقب الذي لا نبي بعده، والمقفي الذي ختمت به النبوة، نبي التوبة، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يعني بعثه الله عز وجل بهذه المعاني الذي كان بركة على أمته: التوبة التي فتحت أبوابها، والرحمة التي عمت أيضا مسالكها لكل أتباعه صلى الله عليه وسلم. نبي الملحمة يعني الحرب والبأس إذا استدعى الأمر، فإنه مع الرحمة والحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم فإن كان معه الحزم والوقار الذي أوتيه، والفاتح والأمين. نعم. قال: ويلتحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والنذير والقثم والضحوك القتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد. لا، إذا عطفتها على الرفع فتكون مرفوعة: وعبد الله والسراج وسيد وصاحب. قال: وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء. قال: يلتحق بهذه الأسماء التي ذكرها قبل قليل
جملة من الأسماء التي جاءت في سياق الوصف الكريم له في بعض النصوص في القرآن أو في السنة أو في الكتب السماوية السابقة، الشاهد والمبشر والنذير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال رحمه الله: والقثم والضحوك القتال. قثم علم عند العرب، وممن سمي به ابن عمه القثم ابن العباس. قثم عند العرب في اللغة تدل على معاني، منها المعطاء، ومنها أيضا المجتمع الخلقي، ومنها الجموع للخير، يقال له قثم. فإن كان هذا المقصود به اسما يصدق وصفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم كان كذلك. قال: والضحوك القتال. هذا الاسم ورد في بعض وصفه في التوراة صلى الله عليه وسلم: الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة وسيفه على عاتقه، كما جاء في بعض نصوص التوراة. فالضحوك القتال ما معنى ضحوك؟ ضحوك، نعم. قال ابن فارس معناه أو سمي بالضحوك، قال: لأنه طيب النفس على كثرة من ينتابه من جفاة الأعراب وأهل البادية. فكان لا يرى صلى الله عليه وسلم إلا متبسما طلق الوجه كريم المحيا، فلهذا قيل الضحوك. والقتال يعني إذا التقى بأعدائه في صفوف الجهاد كان ثابت الجأش، رابطا على قلبه بأسا وثباتا في القتال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. الوصف المشترك بينه وبين غيره صلى الله عليه وسلم كالكرم مثلا والعطاء والصدق والأمانة، فإذا قلت صادق وأمين وكريم فهذه أسماء يشاركه فيها غيره، إما من سائر البشر وإما من عامة الأنبياء والرسل عليهم السلام. فقال: ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم. فإذا قلت الصادق لأنه كثير الصدق، والأمين لأنه عظيم الأمانة، فإذا كان الوصف غالبا عليه أو مختصا به نشتق له اسما من ذلك الوصف. أما الأوصاف المشتركة فلا يشتق منها اسم يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا أصح حديث ورد فيه أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت فيه خمسة أسماء: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أصح حديث في الرواية جمعت فيه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفيه الأسماء الخمسة. أما محمد وأحمد فواردان في القرآن الكريم، وأما الثلاثة الباقية فلم ترد بهذه الأسماء في القرآن فثبتت في السنة. قال: وأنا الماحي والحاشر والعاقب، وفسر كل اسم بمعناه. قال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فبعثه الله عز وجل ليبدد ظلام الجاهلية ولتشرق شمس النبوة ويعم الخير فيزول الضلال ويدحر الكفر والجاهلية، فكان ماحيا محى الله تعالى به الكفر. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يقصد يوم القيامة عندما يجتمع الناس في المحشر يرجون الشفاعة، فإنهم يبحثون عنها يلتمسونها عند الأنبياء والرسل حتى يأتوا إلى سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. قال: والعاقب، وفسر بأنه الذي ليس بعده نبي.
عاقب يعني يأتي عقبا لمن بعده ولا يكون بعده عقب له، فهذا معنى ختم النبوة به، فهو عاقب لمن سبقه من الأنبياء وليس له عقب من الأنبياء، فهو في معنى ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، الذي ليس بعده نبي. التفسير لاسم العاقب كما ورد في رواية الإمام مسلم مدرج من قبل الإمام الزهري، فكأنه لما وجد تفسير الماحي في الحديث وتفسير الحاشر فسر العاقب ليتم به معنى الحديث بالأسماء التي وردت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وبقية الأسماء المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنها؟ السراج المنير والبشير والنذير والشافع والمشفع والأسماء العدة التي جمعها بعضهم فقال إنها 1000 اسم، وربما قالوا إنها تبلغ ذلك أو تزيد. الجواب ليست أسماء بمعنى أعلام، الأسماء الصحيحة الثابتة هي 5 الواردة في هذا الحديث، وما عداها فأوصاف. الله قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال في وصفه الآخر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فلا بأس أن تقول في أوصافه إنه كان مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، هذه أوصاف. لكن لا أستطيع أن أقول إن من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام سراج، أو من أسمائه نذير، أو من أسمائه مدثر، أو من أسمائه مزمل، مع أنه نودي بذلك، لكنها كانت على الوصف. يا أيها المزمل المتلحف، يا أيها المدثر المتغطي، فلا تقول من أسمائه مزمل ومدثر، وإن شاع هذا عند الناس، بل واتسعوا في ذلك فرأوا كل لفظة أعقبها خطاب له صلى الله عليه وسلم على سبيل النداء اعتبروها اسما وعلما، فقالوا من أسمائه ياسين وطه، لأنه قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، قالوا هذا كالنداء فاسمه ياسين، أو طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والصواب أن طه وياسين مثل حاميم ومثل ألف لام ميم، حروف مقطعات لا معاني لها، هذا الصحيح الراجح. لا بأس أن تقول هذه أوصاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أقصد المدثر والمزمل والسراج المنير والبشير والنذير، أما الأسماء فهي الواردة في هذا الحديث لا غير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص به لا يشركه فيه غيره من الرسل، كمحمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الملحمة. إيش معنى لا يشركه فيه غيره من الرسل؟ لا يسمون بهذه الأسماء محمد وأحمد، والحاشر لن يحشر الناس على عقبه، والعاقب ليس بعده نبي، هذه المعاني لا يشاركها فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام، فاختص بها صلى الله عليه وسلم. والمقفي الذي يأتي بعد الأنبياء ولم يتقفه أحد بعده من الأنبياء، وكذلك نبي الملحمة. نعم، والثاني؟ والثاني ما شركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله. نعم، غيره من الرسل ألا يسمى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله؟ بلى، فثمة أسماء بقية الأنبياء والرسل يشتركون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يتميز به صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء؟ قال له منها كمالها، فإذا سمي بتلك الأسماء التي تشترك بينه وبين الأنبياء والرسل فحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كمالها، فلم يختص بأصل الاسم بل اختص بكمال المعنى في تلك الأسماء. نعم، قال: والثاني ما شركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي التوبة ونبي الرحمة. فهذه الأسماء من النوع الثاني مشتركة بين الأنبياء والرسل، فكلهم يقال له نبي الله ورسول الله
وكلهم يقال له عبد الله، وكلهم شاهد ومبشر ونذير. فهذه لا يختص رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها بأصل الاسم، بل بكمال المعنى والوصف الذي اشتمل عليه ذلك الاسم الكريم. فمن هنا قال: إن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع خاص به لا يشاركه فيه غيره مثل محمد وأحمد والحاشر والعاقب، ونوع مشترك لا يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأصله بل بكماله، وهو الذي تشاركه فيه بقية الأنبياء والرسل عليهم السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئين. إذا جئت للأوصاف وتريد أن تستخرج من كل وصف اسما، هذه لا عد لها وتتجاوز المئات. يعني من أوصافه الكرم تقول من أسمائه كريم، من أوصافه التواضع والحلم تقول إذن نقول من أسمائه المتواضع والحليم والكريم والشجاع وكذا وكذا، هذه لا انتهاء لها، لأن أوصافه الكريمة كثيرة. فإذا أردت أن تشتق من كل وصف اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجاوزت أسماؤه المئين، كالصادق المصدوق الرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية، ومقصوده الأوصاف. نعم، لما قال أبو الخطاب بن دحية هذا في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما قصد، لم يقصد ألف اسم بمعنى الأعلام التي تشتق منها الأوصاف، بل العكس، الأسماء التي أخذت من الأوصاف ولن تكون أسماء بمعنى أعلام لكنها على سبيل الاستقصاء. قال: لعله يقصد ذلك، فيكون المراد الأوصاف لا الأسماء التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تم الفصل، وسيشرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في شرح معاني هذه الأسماء اسما اسما، محمد وأحمد والمتوكل إلى آخر بقية الأسماء التي ثبتت لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المباركون، ليلتكم هذه مباركة، وجمعتكم غدا سيد الأيام وأعظمها بركة، والمؤمن الحصيف العاقل الموفق المبارك تنهض همته ليغترف من بركات جمعته في ليلتها ويومها بقدر ما يفتح الله عليه، وفي ذلك يتسابق الصالحون ويتنافس المتنافسون. فدونكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير والرحمة والبركة يتسابق فيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه. اغترفوا ما شئتم وصلوا عليه عدد ما شئتم، لكن اعلموا أن لكم بكل صلاة واحدة 10 صلوات من رب العزة والجلال. وإذا تنزلت عليك صلاة الله فهي رحماته التي تغمرك، وفضله الذي يحيط بك، وثناؤه وذكره جل جلاله لك في الملكوت الأعلى. فنعم العبد ذاك الذي أدرك عظم ما في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملأ بها صحيفته وثقل بها موازينه، يعلم أن الله يحب نبيه ويحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويعد بالخير والجزاء الأوفى كل عبد محب أقبل تعظيما لله وامتثالا لأمره صلاة وسلاما على نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما ضاء نور في الصباح وأسفرا، صلى عليك الله ملء فضائه، ما هل مزن بالنعيم وأمطرا. صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.